وللحديث عن الانتقادات حول هيمنة الميليشيات المؤولية لإيران على القوات الحكومية والأمنية في البلاد ينضم إلينا عبر سكايب من هلسنبورغ الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد. حياكم الله أستاذ فرات. حياك الله أخي العزيز، أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ فرات. يعني بداية، معهد واشنطن للدراسات يقول إن أكاديميات وزارة الدفاع الحالية رفعت أعداد عناصر الميليشيات المدربة والمتخرجة منها لنحو 50 ضعفا. ما الذي يعنيه ذلك برأيك لمنظومة الجيش والشرطة والأمن في العراق؟ لاحظ أخي الكريم بأنها قالت أن الأعداد قد رفعت إلى 50 ضعف، يعني هذا يؤكد أنه هي موجودة سابقا. أول عملية تهجين الجيش والشرطة العراقية والأجهزة الأمنية بشكل عام هو القرار اللي تم عام 2006 حينما قررت سلطة الاحتلال بالتعاون مع حكومة الميليشيات بدمج عناصر الميليشيات في القوات الأمنية والعسكرية. في حينها تم دمج أكثر من 1500 شخص فقط من ميليشيا جيش المهدي كضباط في الشرطة العراقية، إضافة للميليشيات الأخرى، فأصبح لكل حزب ولكل ميليشيا حصة في دمج أفرادها وعناصرها بصفة ضباط في الشرطة العراقية أو والجيش العراقي. هذا الموضوع تسبب في أزمة كبيرة حينما بدأت الحرب الطائفية في العراق والقتل على الهوية، حيث أن هذه الميليشيات أصبحت تسير وتتجول بسلاح الدولة وبسيارات الدولة، وحينما يحاول المواطن المستهدف من قبل هذه الميليشيات حماية نفسه يتهم بالإرهاب لأنه يعني اعترض على تنفيذ أوامر حكومية لسلطات حكومية، وإذا لم يعترض يتم اعتقاله ثم يختفي في ظروف غامضة دون أن يعرف أحد مصيره. وكانت الجثث المجهولة التي يتم العثور عليها جزء من هذا المسلسل الذي قامت به الميليشيات تحت سلطة الدولة وتحت سلاحها. طبعا لا يوجد شيء اسمه جثة مجهولة في العالم كله. الجثة المجهولة، ما هي الجثة المجهولة؟ لا يوجد شخص مجهول، لا يوجد شخص لا يمكن معرفة من هو أو من أين أتى، وإنما التعتيم الحكومي على هذه الجثث لإخفاء حقيقة ما يجري كان يستخدم مصطلح الجثث المجهولة وينتهي الموضوع دون إفصاح عن مصير هؤلاء أو من هم. طيب سيد فرات، هنا لا نتحدث عن ضعف أو ضعفين، يعني 50 ضعف، ما هو السبب؟ يعني السبب حاليا هناك دعوات لحل الحشد وضغوط أمريكية أيضا على القوات العراقية والحكومة العراقية بالسيطرة على السلاح المنفلت. بنفس الوقت لا تستطيع هذه الحكومة المنبثقة كما تفضلت جنابك في بداية حديثك، المنبثقة عن حكومة ميليشيات وأحزاب، لا تستطيع هذه الحكومة أن تحل الحشد وميليشياته وتسيطر على هؤلاء الأفراد. فالحل الوحيد هو تغطيتهم، والتغطية تتم من خلال دمجهم في القوات العسكرية، تدريبهم على أيدي قوات عسكرية ثم منحهم صفة جندي أو ضابط في الجيش العراقي، ثم يقولون اختفت الميليشيات، ولكن بالحقيقة هي لا تختفي، فقط غيرت زيها كما كانت تفعل دائما بتغيير راياتها خلال معارك التحرير من سيطرة داعش، حينما منعت القوات العراقية كما ادعت الحشد من المشاركة في معارك الموصل، دخل الحشد تحت غطاء عسكري بملابس ورايات للجيش العراقي، بينما الحشد هو نفس الحشد والميليشيات هي نفس الميليشيات. يعني هنا تبدو المشكلة جوهرية، يعني كيف للدولة أن تحول ميليشيات تحمل أساس هذه الميليشيات تحمل عقيدة طائفية بعيدة عن عقيدة الجيش الوطني الذي يؤمن بالدولة الواحدة والمواطنة للجميع، كيف لها أن تحول هكذا ميليشيا إلى هيئة رسمية رديفة للجيش كما تدعي؟ نعم، هذا كله للحفاظ على ديمومة العنف والقتل في العراق. لا يمكن للدولة أن تتنصل عن مسؤوليتها في حال حدوث جرائم قتل على أيدي أفراد يمثلون عناصر أمنية أو عسكرية تابعة للدولة. لذلك بقاء هذه الميليشيات منفلتة كسلاح منفلت هو الشماعة التي تعلق عليها الدولة فشلها، وبنفس الوقت تعلق عليه غاياتها التخريبية في تدمير المجتمع والقتل والجرائم التي تحصل في العراق. إضافة إلى المشروع الإيراني
المشروع الإيراني يجب أن يضمن أن هناك قوة موازية لأي قوة حكومية قد تمنع هذا التدخل الإيراني وتستطيع إسقاطه. لذلك الحشد اليوم يهدد الدولة، كما حصل عندما حاول مصطفى الكاظمي في حينها التصدي لبعض نشاطات الحشد. تم قصف منزل مصطفى الكاظمي بصواريخ وتم إخفاء الأدلة بشكل واضح وصريح، وأيضا حتى نفسه مصطفى الكاظمي كرئيس وزراء لم يتجرأ على تسمية الجهة، رغم أنه أعلن بأنه قال نحن نعلم الجهة التي قامت بهذا العمل، ولكنه لم يتجرأ على التصريح باسمها. لذلك هذه الميليشيات ووجودها هو دعم للمشروع الإيراني في العراق. نعم، هناك أيضا دعم مقدم من هذه الميليشيات، ميليشيات الحشد، لميليشيا حزب العمال الكردستاني في منطقة سنجار، رغم وجود اتفاق بين أربيل وبغداد بضرورة خروج تلك الميليشيات من سنجار وإنهاء هيمنتها. ما الذي يعنيه تقديم ميليشيا الحشد دعمها لميليشيا حزب العمال الكردستاني؟ وجود ميليشيا حزب العمال وهي منظمة إرهابية مصنفة إرهابية دوليا، ولست أنا أو العراق من يقول هذا، إيجاد بيئة وأرض لهذه الميليشيا هو ورقة ضغط ضد تركيا، وبنفس الوقت تستخدمها الأطراف العراقية الموالية لإيران كورقة ضغط ضد أكراد العراق. في السابق كان خلال انتخابات وتشكيل الحكومة عام 2006 و2010 وحتى 2014، في حال يعني نستذكر التاريخ قبل تشكيل الحكومة، أي خلاف بين الأطراف الشيعية والأطراف الكردية نلاحظ تبدأ عمليات قصف لمناطق إقليم كردستان العراق من قبل القوات الإيرانية بذريعة وجود عناصر ومخربين وأفراد خارجين عن السلطة الإيرانية يلجؤون للمناطق العراقية، ولكن هذه كانت وسيلة ضغط. الآن تحول الضغط إلى جانب آخر وهو الاستحواذ على قضاء سنجار وكل ما حوله ومنع عودة أهالي المنطقة وبقاء ميليشيا ممكن أن تهدد الاستقرار في إقليم كردستان العراق في حال خروج هذا الإقليم عن أي نشاط أو عمل جماعي يدعم الحكومة الموالية لإيران. هل تجد وعود الحكومة بنزع السلاح المنفلت و يعني ضبط الأمن، هل تجد هذه الوعود جدية خاصة في ظل تحول الميليشيات إلى قوة رديفة كما قلنا لقوات الدولة ولها رأس وأذرع في العراق؟ بالتأكيد لا، الحكومات المتعاقبة كان كلها شعارها نزع السلاح وحصر السلاح بيد الدولة، ويوما بعد يوم نجد بأن عكس ما يدعونه هو الذي يحصل. يعني كانت الميليشيات عام 2006 عبارة عن أفراد ربما كان هناك بعض القيود عليهم، ثم أصبحوا عناصر في قوات أمنية، ثم أصبح حشد يحمل صفة شرعية وحتى صفة مقدس، إضافة إلى الحصانة التي منحها له البرلمان. أصبحت الميليشيات تقوم باستعراضات عسكرية بأسلحة متوسطة وثقيلة، أن أصبحت هذه الميليشيات منضوية في تشكيل عسكري واحد له مؤسساته وتدعمه الدولة ماليا وتسليحا. أيضا نصف السلاح الذي يأتي للعراق لتسليح الجيش العراقي تحصل عليه تلك الميليشيات، إضافة للسلاح الذي استحوذت عليه خلال المعارك من داعش. وقد يعتقد البعض بأن الحشد فعلا كما يدعي هو جهة عسكرية تابعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، ولكن هذا غير صحيح. الفصائل الحشدية كلها موالية لزعمائها ولقادتها سواء كانوا رجال دين أو رجال سياسة، لذلك لا توجد أي سيطرة على هذه الفصائل. وحينما يتم يعني على مضض كشف بعض تلك الجرائم يتم نسبها إلى يعني أخطاء فردية أو إنها عمليات لا تخلو منها أي قوة عسكرية، بينما الحقيقة أنه حينما لا يمكنهم التغطية ينسب العمل إلى أخطاء فردية. لكن دور الميليشيات معروف لكل العراقيين وهو الإرهاب والترهيب ونشر تجارة المخدرات وحماية كل ما يسيء لسمعة العراق. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عبر سكايب من هلسنبورغ الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مع السلامة.